الروح الوطنيه المغربيه، حيت كتشوف اصلا الوالدين ديالها والاهل كنجيبوهم للمغرب جوج حتى ثلاثه المرات في السنه. دونك ارتبطت بهذا الروح الوطنيه ودارت بزاف تاع الاشياء بالنسبه للمغرب. خرجت الاغنيه اللي سماتها موراكو، غناتها باللونجلي كامله، ولكن جات ديك البارتي ديال الرايه المغربيه غناتها بالمغربيه، حيت قالت لك ما يمكن ليش نغلي على الرايه المغربيه وما تكونش بالدارجه ديالنا، احتراما للرايه المغربيه غنغني هذيك المقطع بالمغربيه بالدارجه. وكانت عندها واحد الصعوبه حيت هي ما عرفاش الكلمات بصراحه، بغات تغني على الرايه المغربيه بالمغربيه مي ما عرفاتش، دونك عطاتني كلمات ديالها اللي بالانجلي. حاولت انا نقرب لو ماكسيموم اللي قدرت ندير بالدارجه ديالنا، والحمد لله حاولت تحفظ الكلمات كيف كيتقالوا باش غناتهم بالمغربيه. من بعدها دارت حنيني لبلادي حتى هي بالدارجة، علاش الجمهور ديالها طلب من زينة باش يسمعها وهي كتغني الدارجة أكثر. غنات حنيني لبلادي والحمد لله نجحت لهذيك الأغنية وغناتها مزيان. من بعد أنا تنهضر غير الأغاني اللي هضرات على المغرب، ولا كانت دارت مراكن سحارة حتى هي غناتها بلونجلي باسكو سي ميساج، حاولت تخليها بلونجلي والحمد لله اي حاجه دارتها الا وكت تنجح فيها. واكبر حاجه دارتها زينه انها مني خدات هذا التيتر ديال ميس تين هيوستن، كان واحد العيد وطني امريكي اللي حيت انه وطني ممنوع يطلع فيه شي علم من غير علم امريكي، ولكن كانت فيها دوره شرفيه مع الكونغرس وومن اللي اسم ديالها شيلا جاكسلي، وزينة حملت الراية المغربية وعملت لفة تاع تقريبا ثلاثة سوايع على مدينة هيوستن كاملة وهي حاملة الراية المغربية، مما جعل من هذيك الكونغرس وومن كتبعت بالتحية للمغرب وكتشكر له بالمساعدات، وتشكرت لزينة أنها ربحت هذاك التايتل ديال ميستين هيوستن لأنها خولات لها باش تلقى مع تلاقى مع شي حد من المغرب، وكتمنى واحد النهار تجي تزور المغرب. سو هادو من الحوايج علاش نقولوا زينه هزات بالرايه المغربيه، ماشي حيت كيقول الجاب اللي جاب، مي راها محافظه على التقاليد ديالنا ومحافظه على الرايه المغربيه ديالنا والروح الوطنيه.